قيمة ما قريتو زعما مريضة ولا ربي ابتلاها، بصح هي كامل خير منا وحفظت القرآن كامل خير منا، وهي اللي ختمت الأولى كامل في لافامي الحمد لله. كاين ناس بزاف ملاح وما عندهمش هذا المرض بما قدوش يلحقوا يلحقت، هذا كامل من فضل ربي الحمد لله، ونتمناو يلحقوا يلحقت شي ما ان شاء الله. شرفت كامل العائلة، هي اللي بدات الأولى كامل ختمت ولحقت وتقري ولاد عمي الصغار وقرات شحال من مدرسة الحمد لله، وحنا دايرينها قدوة ورتنا الطريق المستقيم الطريق الصحيح، والحمد لله ربي اصطفاها علينا ان شاء الله نلحقوا وين لحقت، وان شاء الله ربي يقدرها ويزيد تكمل في هذا المشوار تتبع طريق ربي طريق المستقيم وتدينا معاها ان شاء الله.